صباح الخير. صباح الخيرات. يلا تفضل، الفطور جاهز. أكيد الفطور تبعك اليوم. ليش العالم شو بيفطر غير هيك؟ أنا ما عم بحكي عن الأصناف، عم بحكي عن الطريقة. ما فهمت عليك، يعني أنو طريقة؟ يعني مالك حاسة إنه نحن بحاجة لشوية تغيير؟ يا ستي، وإن شاء الله يكون تغيير سطحي أو شكلاني، المهم يكون في تغيير. تغيير بشو؟ بأي شيء، المهم نكسر حاجز هالجمود والملل بحياتنا. يعني مثلا نحن من 10 سنين عم نفطر هون على أي الطاولة، وتقريبا نفس الأصناف، يا بزيدوا صنف يا بينقصوا صنف، وعم نستخدم نفس الصحون والكاسات وإبريق الشاي. يعني وين الغلط بالموضوع؟ ما هو هون المشكلة، المشكلة إنه ما في غلط، كل شيء منظم ودقيق مثل الساعة. يعني ممكن نحن يوم نفطر بالمطبخ، يوم هون بالصالون، يوم على الفرندا، يوم ما نفطر بالمرة. ممكن مثلا يوم نستعمل هالإبريق مع فنجين الشاي، يوم تاني نستعمل هالإبريق التاني مع الكاسات الصغيرة. يعني منى، التغيير مطلوب ولو كان بشكل الإبريق. بعدين بيني وبينك، الفطور بده جو عام. شو يعني جو عام؟ يعني الواحد لما بفيق من النوم بيشتهي يشوف قدامه شيء مشرق لحتى يبدا يومه بتفاؤل ونشاط. مثل شو؟ شو بدك تشوف يعني؟ يعني ابتسامة خفيفة، تسريحة شعر لطيفة، وردة حمرة بالمزهرية. أما مو تلحشي الصحون لحش بوشي على الطاولة، وشعرك منكوش ووشك ما بيتفسر، وحاطة العقدة بوشك شبرين، وتقليلي تفضل على الفطور. هلا هذا اللي طلع معك؟ هذا فوق ما عذبت حالي وساويت لك الفطور، هاي جزاتي؟ ساويتي لي فطور يا ستي، الله يعطيكي ألف عافية. بس شلون بدي فهمك؟ والله ما بعرف. يعني في لمسات إضافية على الفطور أنت ما عم تقدري تساويها. إني شو هي اللمسات؟ وأنا مستعدة أعملها. أنا بدي أقول لي صعب يا منى، صعب كتير. على كل حال أنا ماشي، بدك شي؟ لحظة، معلش كلي انتي عني، مالي نفس. سر جمالها بابتسامتها ما في كلام، مو مثل مرتي هديك وشها ما بتحط لها رغيف السخن. عادل، عادل. لك ايه ايه، شبك انت التاني لسه؟ عادل شو وينك انت التاني؟ شبك سارح ومالك هون؟ شو القصة؟ ما في شي، لا تخاف فاروق، انا عازمك اليوم على الغداء. اوف، وكيف لحتى اتخذت هالقرار التاريخي؟ هلا لا تضيق لي خلاقي، بدك تروح ولا لا؟ رح روح، في حدا بيضيع من ايده هيك فرصة؟ بس ما قلت لي ايمتى العزيمة؟ شو ايمتى؟ اليوم. اليوم؟ شايف القصة حميانة معك كتير. هلا بدك تروح ولا رح تتحجج لي بمرتك؟ لك حبيبي بدي روح، أنا مرتي ما بتفرق معها لا إذا جيت على الغداء ولا إذا ما جيت، المهم ما فوت على البيت وإيدي فاضية. عظيم، أصبح منخلص شغل ومنمشي، أوكي؟ اشتهيت شي يوم تمزح معي،
تخفف دمها، تحكي لها شي نكتة، تساوي لها شي نهفة، تدجل لها شي دجة. ما في إمكانية منوب، ودائما بتلاقيها يا عم تشتغل يا قاعدة صافنة وكأنه هموم الدنيا راكبتها. العمى على هالحالة فعلا وضعك مزعج كتير عادلة. ليش الإنسان واجباته بس؟ وين المسايرة؟ وين المعايشة؟ وين الروح المرحة؟ تعدمها، ما عندها لا روح مرحة ولا روح بشعة، ولك حتى روح رياضية ما عندها. وبيني وبينك أنا بتصور أنه ما في عندها روح منوب، عبارة عن كتلة عم تتحرك مثل الآلة المبرمجة وما لها رأي بشي أبدا، يعني حيادية بكل شيء، حيادية تماما، لا سخنة ولا باردة، لا منيحة ولا أبيحة، لا حلوة ولا مرة، لا شديدة ولا رخوة، لا بتحتد ولا بتطنش، لا بتعصب ولا بتطيلس، قايمة بواجباتها تماما، بس مبادرة ما في. كل شي بالبيت على أحسنه، بس تجديد ما في. صعيب تحب الترتيب، بس لمسة ذوق ما في. بتحب الطبخ، بس نكهة خاصة بأكلها ما في. اجتماعية بس حديث بفش القلب ما في. متعلمة بس ما في ثقافة. جميلة بس ما في جاذب. المهم يا فاروق، كل شي بحياتي عادي أو أقل من عادي. شو رأيك من مشكلتي؟ بدك الصراحة يا عادل، والله مشكلتك عويصة وما لها حل، لأنه هيك نسوان صعب كتير يتغيروا. فيا أما بدك تتعايش وتتأقلم مع الوضع الحالي، يا أما طلقها يا أخي. لك لا، شو طلقها أنت التاني؟ شو عملت مخلوقة؟ هلا مو أنت عم تقول بلسانك مزعوج منها؟ مالي مزعوج، بس كمان بالمقابل مالي مطروبها، يعني شعوري حيادي مثلها، اصلا هيك هي عودتني. يعني انت ما بتحبها؟ لك يا اخي لا بحبها ولا بكرهها، شعوري ناحها صفر، لا سلبي ولا ايجابي. هي بالصراحه اجوبتك ما بتعبي المخ. عادل انت عم تضحك على حالك، لذلك اسمع مني وحسوم امرك، يا هيك يا هيك. انت لساتك شاب والحياه قدامك. شو يعني طلي؟ انا ما بدي روحي لك هيك، لذلك هذا القرار قرارك. بس المشكلة انه في ولاد، هذا اللي كاسر ايدي ورجلي. ايه لا سيدي، الولاد مو مشكلة، لكن بيربوا، بعدين لساتهم صغار ما بيحسوا بشي. هيك قولك؟ انت حر، انا عم بنصحك. أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. لا 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 لا. لساتك قاعد؟ قاعد؟ مالك شافتيني عم بصير زريعة؟ لك قصدي يعني لساتك ببيجامتك. يلا قوم قوم البس، ما قلت لك إنه جاي لعنا ضيوف؟ إيمتى قلتي لي؟ مبارح. وبدك يعني أتذكر من مبارح لحد هلا؟ ومين هالضيوف بلا صغارة؟ أخي ومرته وأخته. أخته لمين؟ هي خلصنا بقى عادي، لا تلاقينا بالحكي، ما بقى لا يوصلوا. يعني أنا لازم فوت قدامه؟ ما بعرف والله، شو رأيك أنت؟ يعني ضيوفه جايين لعندك؟ خلاص خلاص فايت البس، المهم ما تزعلي. وليش بدك تزعلني بالزور؟ ما رح أزعل لا تزعل. هو هون المصيبة، لا تزعلي ولا ترضي. قلت شي عادي؟ لا لا سلامتك. اهلين وسهلين اخي، تفضلوا تفضلوا. ايه ها يا ميت، اهلا وسهلا. يعني وجوهكم ولا ضوء القمر؟ اهلا وسهلا يا ميت، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلين اهلا وسهلا، مرحبا.
شو القصة انت واختي ما عم تبينوا بالمرة؟ وينكم؟ نحنا ولا انتو؟ قولوا هالكلام لحالكم. يبدو ان الاستاذ عادل مشغول كتير بالقراءة والمطالعة. انا هيك فهمت من هنا. هو صحيح انا مولع بالقراءة، بس هذا لا يعني انعزالي عن الناس وخاصة القرايبين. طالما هيك لكان ليش ما عم تطلوا علينا؟ معك حق مرت اخي، نحنا مقصرين شوي، بس ان شاء الله ملحوقة. رح اعتبر هذا وعد، خاصة اني زايرة عند اختي هالاسبوع لانه زوجي مسافر. خلص خلص، خلال هاليومين ما بتلاقونا الا طبينا عليكم مثل القضاء المستعجل. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا ترى شو اخر رواية قريتها؟ على فكرة صغري، بنت حماي مثلك مولعة كتير بالقراية والادب. طيب طالما هيك انا بدي اسالك سؤال عن اخر كتاب قريتي. الحقيقة انا كتير كتير مولعة بالادب العالمي الكلاسيكي. اخر رواية قريتها نيوتاتشكا لدوستويفسكي. دي دي عفوا ما تأخذوني، انا ما بدي احضر الطاولة وانا رح قوم ساعدك. اي تعي مرتي. الحقيقة أنا هالرواية بعتبرها رائعة دوستويفسكي، بالرغم أنه ما نالت ربع شهرة الجريمة والعقاب. فعلا أنا من رأيك، طفلة بائسة عايشة بين نارين، بين أبوها الموسيقي يلي دمر حاله بالكحول وأهمل فنه وعايش على وهم أنه لساته عازف عظيم، بينما إيديه ما عادوا لمسوا كمان، وبين عاطفتها لأمها المريضة يلي كانت تضطر تروح تشتغل بالبيوت لحتى تعيش طفلتها، بينما كان مرض السل عم يفتك فيها يوم بعد يوم. وأجمل لقطة بالرواية يوم بتبعت الأم وهي على فراش الموت، بتبعت الطفلة وبتعطيها آخر قطعة نقود مشان تشتري لها شوية أكل ودواء. بيقوم بيقابلها الأب السكير على الدرج وبيقنع أنه تعطيه المصاري ليروح يشرف فيهم. على أساس شو؟ على أساس أنه هو موسيقي عظيم ورح يعيش أحسن عيشة هي وأمه، بينما هو بالواقع مدمن كحول ويائس وانتهى كعازف من زمان، وتاني يوم بيلاقوا جسته بالطريق منتحير. عن ايش عم تحكوا؟ عن نيتوتشكا. مين هي نيتوتشكا؟ طيب عن اذنك انا رح قوم ساعدهم مشان ما يقولوا عني كسلانة. ايه تفضلي ولو. أهم صفات المرأة المثالية أن تكون مثقفة ولها حضور اجتماعي ومثير لإعجاب الحاضرين. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا أهلا. شو وينه فاروق؟ مين فاروق؟ إيه فاروق عرفته. فاروق هون هو. بس وينه؟ مالي شايفته. لمين؟ الفاروق. ايوه حضرتك عاوزتي له شخصيا؟ طبعا انا مرته. معقول استاذ عادل ما عرفتني؟ على فكره هو كتير بيحكي لي عنك. بيحكي لي عنك؟ بيحكي لك عني؟ يا اهلا وسهلا مدام، انا اسف جدا لاني ما عرفتك. ولا يهمك، ما مشكله. بس وين فاروق؟ ما بقى الا يوصل مدام. طيب ممكن انتظره هون؟ ولو طبعا مدام، ما بدي سؤال الشغله. تفضلي ارتاحي. شو بتشربي؟ لا مرسي ما بدي شيء. مثل ما بتريدي، على راحتك. يا منى. نعم. تعي شوي.
وين القهوة؟ بس ما قلت لي ساوي قهوة؟ يعني لازم لك تساوي قهوة؟ ما بتعرفيني بعد القيلولة بحب القهوة؟ بس أنا أحياناً بساوي قهوة وأنت ما بتشرب، مشان هيك قلت لحالي يا بنت لا تساويها لحتى يطلب، وين المشكلة؟ المشكلة يا عيني إنك تكوني إيجابية، صاحبة مبادرة، يعني ولو ما بدي قهوة بتحببيني فيها بأسلوبك، بحديثك، بابتسامتك، مو تقعدي بزاوية الغرفة تستني لأطلب منك، إيش وعايش أنا مع روبوت؟ شو هذا الروبوت؟ من صفات المرأة المثالية ألا تتصرف كالروبوت وأن تكون صاحبة مبادرة. صباح الخير علي. أهلين صباح الخيرات. شلونك؟ ماشي الحال. إجت مبارح مدامتك سألت عنك. بعرف، قالت لي. وليش بعابس؟ عم قلك مدامتك يلي سألت عنك مو شرطة؟ نفس الشيء. كيف يعني نفس الشيء؟ ما شاء الله مدامتك على سلامتها في غاية ال يعني مرتبة، الله يهنيكم ببعض. مرتبة بشي وشي يا أستاذ عادل. كل اهتماماتها بهالدنيا باللبس وبالجخ والمكياج. طيب هي ما عم تعمل هالشي مشان تسرك؟ لا، منشان تسر حالة وترضي غرورها قدام رفقاتها. أما قدامي بالبيت فيا عادل قسما بالله بتكون بأتعس حالاتها. بشرفي يا عادل إذا بتشوفها بدون مكياج بعتقدها بغط على قلبها. معقولة؟ الله وكيلك يا عادل هذا الواقع. لك تصور عدا أني متحمل بشاعتها وقمائتها، لك ما عم تخلي معي ولا قرش، لك أبيس ما عندي، لك لا، والبيت دائما قايم قاعد، وإذا طبخة ما بتعرف تطبخ، بيطلع مع الرز مرزرز والشوربة ملدوعة. دخلي، امتى بدنا نرد زيارة لأخوك ومرته وأختها؟ يعني لازم نحل مشكلتها. مشكلة مين؟ مرت أخوكي؟ لا، أختها. ليش خير؟ شو مشكلتها؟ باين عليها ما عم تعاني من أي مشكلة. مختلفة هي وجوزها. ها، يعني قعدتها عند أختها مو لله. هيك شي تقريبا. وشو سبب يا ترى؟ جوزها غليظ يعني؟ لا بالعكس، لطيف كتير جوزها، بس يا حرام بده أولاد. ليش ما صار لحد هلا؟ صعب كتير. ليش يعني؟ جوزها عقيم؟ لا، هي. هي عقيم؟ لا، عاقر. يعني جوزها عاقم وهي عقير؟ قصدي جوزها عقيم وهي عاقر؟ مين جاب سيرة جوزها؟ لك جوزها ما في البلا، بس هي العاقر. يعني كل هالحضور والثقافة بدون نتيجة؟ بدون إنتاج؟ فعلا ما بتكمل مع حدا. عادي؟ وين شردت؟ لا أبدا ما في شيء. المرأة المثالية لازم تكون قادرة على الإنتاج والإنجاب، بس يا ترى إذا كانت مثقفة وما بتنجب شو بتكون؟ أكيد مو مثالية. صباح الخير جارتنا، آسف الإزعاج، تحية جار مو أكتر. العمى جدبة. المثقفة طلعت ما تنجيب، والحلوة طلعت جدبة، والأنيقة طلعت متطلبات كتيرة، وكل واحدة طلع فيها على شكل. يبدو أنه المرأة المثالية وهم وما لها أي وجود إلا بخيال الكتاب والشعراء والحالمين. منى، يا منى. نعم.
كيفك يا أحلى زوجة بهالعالم؟ أنا؟ إيه أنت، لكن أنا؟ صحيح ليش راجع بكير اليوم؟ يا ستي احزري ليش؟ عجزت. حابب احتفل بيوم زواجنا؟ اليوم مو يوم زواجنا. شو عليه؟ منحتفل اليوم وبس يجي يوم زواجنا منحتفل فيه مرة تانية. شو قصتك اليوم؟ كأنك مو على بعضك. ما في لا قصة ولا شي، بس اكتشفت انك احسن منهم ثلاثتهم. احسن من مين؟ بقصد من كل النسوان. ايش انت بتعرف نسوان غيري عادل؟ لا ما بعرف. لكن ليش عم تقول ثلاثتهم؟ شو بتقصد؟ لك خلاص هلأ علقتي على هالكلمة، ما بتعرفيني دائما كيف بقطش وبالحوش. فوتي هلأ حضري حالك، خلينا نبدأ الاحتفال قبل ما يجوا الأولاد من المدرسة. خاتم الذهب الممسع بالألماس إلي؟ إلي كان إلي. عن جد عم تحكي؟ الله بجنني. يسلموا إيديك حبيبي. نعم؟ شو قلتي لي يا منى؟ قلتي يسلموا إيديك حبيبي. وين كنتي مخبية هالملافز؟ موجودة، بس أنت ما كنت عاطيني مجال لحتى أقولها. يلا عن إذنك لحتى أحضر حالي. اتفضلي ولو. معليش، منيحة، ممتازة.